صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وغادي يكون هذا الفال ديالكم على حسب الفئات العمرية كالعادة. غادي نبدأ مع صاحبة البشرة البيضاء، والفئات العمرية كما تعودتوا هي مقسمة لثلاثة: الفئة الأولى من 17 سنة ل 30 سنة، الفئة الثانية من 31 سنة ل 45، والفئة الثالثة من 46 فما فوق. هذه انتي البيضاء والنية على حسب الفئات العمرية. البنات ضغطوا لايك كفتوح، وشكرا للتعاليق ديالكم. هذه الفئة الأولى، الثانية، الثالثة. غادي يكون هذا الفال الأول للفئة الأولى من 17 ل 30 سنة بيضاء. نشوف، غتكوني عاطفية هاد الأيام، كتفكري في حياتك الزوجية إذا كنتي مزوجة، إذا كنتي ما مزوجاش عندك حبيب أو ما عندكش حبيب، غادي تكوني كتفكري بزاف في الليل، وخصوصا في حياتك العاطفية. كنقول لك اللي غادي يجيها خبر عن طريق إدارة أو عن طريق العمل، عندك تغييرات في العمل إلى الأحسن، أو هاد المكالمة الهاتفية اللي غادي تجيك بخصوص عمل، بخصوص حاجة بالدراسة، بخصوص محكمة، غادي تخليك ديري أشغال، أو غادي تكون عندك حركة وترتيبات وجمع أوراق أو تنظيمات غادي ديريها بهاد الخصوص هذا. واللي ما كانش عندها عمل ممكن عندك اتصال من أجل يعني تلتحقي بعمل. وكاين كذلك هنا اللي كانت مرفوضة او تفصلات من العمل ديالها، فكاين عندك رجوع للعمل ديالك. كنشوف كاين البعض فيكم اللي غادي يكون عندها اهتمام كبير بالروحانيات والماورائيات وكل ما يخص الدين. وكنقول لك من ناحية الارزاق، كاين عندك جوج الارزاق خلال الخمسة ايام هذه من رؤيتك للقراءة، جوج الارزاق كبيرة، ممكن تكون مادية ممكن تكون مالية. عندك حظوظ فيما يخص الاسفار البعيدة، فالبنات اللي داخلين وانتم كتسألوا على الاسفار او على الهجرة فالباب مفتوح. كاين اللي عندها شخص ابيض كاين في البلاد البعيدة او هو اجنبي، كاين الرجوع معاه، كاين المصالحة مع هذا الشخص الابيض، واللي كتنتظر الشخص كيف ما كان يكون اب، ابن، اخ، زوج، حبيب، وكاين على برا يعني في الخارج، كاين الرجوع ديالو او المجيء ديالو. كنقول لك هنا كاينين اوراق انت اللي كتنتظريها، مازال خصك تدفعي فلوس باش انك تاخدي هاد الاوراق، يعني خصك تعطي فلوس باش تاخدي هاد الاوراق، لان شويه معك سالك هاد الاوراق. الا انت عطيتي فلوس فالوراق هذه او العقود هذه غادي تمشي بسهوله. هنا الا كنتي كتسالي على الرجل الابيض، كما قلنا فالرجل الابيض كاين تصالح، كاين رجوع مع هذا الرجل الابيض، الحب كاين، كيفكر فيك. كنقول الا كان عندك رجل ابيض نحيف ويستعمل القلم ويشتغل في مصلحه حكوميه، كيفكر فيك بزاف، ومازال بينك وبينه حاجه كبيره، او ممكن يساعدك بمبلغ مالي اللي هو كبير، او ممكن يشري لك حاجه اللي هي غاليه. والا كنتي كتنتظري مكالمه هاتفيه من هذا الابيض اللي يشتغل في المصلحه الحكوميه، فالاتصال الهاتفي جايك، هذا الاتصال الهاتفي. هنا ما بانش لا الاسمر ولا الحنطي، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه. نشوفوا الفال الثاني، غادي يكون هذا الفال الثاني ديالك يا البيضاء، الفئة الثانية من 31 سنة ل 45 سنة.
عندك اخبار جديده غادي تسمعيها، يعني متتاليه، هي اخبار غادي تكون خاصه بسيده اللي هي سمراء، وعندك اخبار خاصه بالسكن او بعقار. وكنقول لك عندك حظوظ هاد الاربعه ايام المقبله غادي تكوني محظوظه، عندك فرص كثيره غادي تقدم لك، فنتمنى انك تستغلي هاد الفرص هذه. اللي مزوجه بالرجل الابيض فكنقول لك كاينه خيانه او كاين طرف ثالث هاد الايام هذه، كنشوفوا خصوصا اللي هي ما عندهاش اطفال، فهاد الابيض هذا باغي اطفال بواحد الشكل اللي هو كبير. كنشوف ان العيب ماشي منك، من هاد الابيض هذا، وكنشوفوا شويه غادي يكون خائن هاد الايام او كيهضر مع مراه اخرى، ما غاديش يكون منتبه لك هاد الاربعه ايام القادمه. وتنقول لك انت كتسالي على الحنطي، غادي يكون بعيد عليك بالجسم ديالو، غادي يكون غضبان عليك رغم الاتصالات، يعني ممكن يسأل عليك، ممكن يكونوا مكالمات هاتفية، ولكن ماشي بالشكل اللي يرضيك، ماشي بالشكل اللي انت غادي تكوني باغية. بالنسبة للأسمر ما بانش، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه. نشوفوا الفئة الثالثة بيضاء من 46 فما فوق. فالكي يقول لك انتبهي من الغدر، من الخيانة، من الاحتيال، من النصب. هنا كيقول لك الفال كان عليك سحر، كان عليك غيار، كان عليك عين وحسد، كانت عليك تابعه، وكان عليك عارض، كنتي لبعض فيكم كانت يعني عامره، يعني لدرجه انها كتقول لا مفر ولا مخرج ولا فرج من هذا الضيق اللي هي فيه. ولكن الفال كيقول لك هذه المسائل هذه كلها راه غاديه وكتخرج شوي بشوي. كنقولها للبنات اللي هما كانت ضايقه بهم لا عمل لا زواج لا صحة ولا شيء، يعني ركود تام. فكيقول لك كان عليك سحر وكان عارض وكان تبع وكان عين وكان حسد، فهاد الاشياء خارجه تدريجيا، مازال غادي يكون عندك فرج باذن الله. تنقول اللي ما عندهاش حبيب، سواء كنتي عازبه مطلقه ارمله وكتقولي واش غادي يكون عندي زواج، فالزواج كيكون مفاجئ، يعني الزواج مازال مفتوح، مازال امامك الخير ومازال عندك تغييرات الى الاحسن. وكنشوف كذلك هنا غير انتبهي من الاحتيال، من شي حد ينصب عليك، وخصوصا هنا رجل اسمر. فكنقول اللي عندها رجل اسمر ممكن يكون عندك معاه شراء شيء او حاجه ثقيله بين هذا الاسمر، ولكن ردي بالك، يعني كوني فايقه وانتبهي للامور ديالك. هذا الاسمر هذا كيشوف لك كيبغيك، ولكن من الناحيه الماديه يعني ما ديريش فيه الثقه. كيفكر هنا يدير لك مفاجاه لبعض فيكم، الاسمر مع الاهل ديالو او مع الام ديالو باغيين يديروا لك مفاجاه اللي هي زوينه اللي هي ساره. كنقول هنا اللي عندها الابيض النحيف اللي يستعمل القلم هذا عندك معاه زواج قريب، او ممكن يهضر لك بخصوص ترسيم العلاقه. هنا كنقول البنات اللي ما بانش هنا الحنطي ولا البيض عريض الكتاف، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه. كنقول لكم من ناحيه الماديه عندكم تغييرات الى الاحسن، يعني من ناحيه ديال الفلوس فداخلينكم فلوس او رزقه بالعدد ثلاثة. فقلنا بالنسبه للبنات اللي كنتو مضغوطات وكتقولوا محال واش غادي يكون عندنا فرج، بالعكس السحر، البلوكات، العين، الحسد، التبعه، العوارض كنشوفها كتقل او غادي تخرج بصفه نهائيه. بالنسبه اللي ما هماش عندهم حبيب بالخصوص، عندكم فرص زواج او فرص تعارف اللي غادي تكون جديه ونهايتها زواج. اللي عندها زواج قريب او الحبيب ديالها غادي يهضر معاها في الزواج خلال هاد الايام هذه، هو الابيض النحيف اللي يستعمل القلم او اللي يتحرك بزاف او اللي يسافر بزاف او كيتحرك بزاف، عنده تنقلات كثيره. وكنقول بالنسبه للاسمر كيبغيك وكيشوف ليك، وكاين البعض فيكم اللي هو والاهل ديالو او الام ديالو باغيين يفاجئوك بشي حاجه اللي هي كبيره، وكاين اللي هاد الاسمر هذا غادي يشري لك هديه او حاجه بينك وبينه اللي هي غاليه، ولكن البعض فيكم خصك تنتبهي على الرزق ديالك مع هذا الاسمر. انا كنقول كيبغيك ماشي ما كيبغيكش، ولكن الا كانت شي حاجه اللي هي فيها فلوس، فيها ماديات، فيها امضاءات، ردي بالك، يعني كوني فايقه، ما تعطيش الحق ديالك لهذا الشخص هذا وتخليه يستغلك ماديا. قلنا هنا ما بانش الابيض عريض الكتاف ولا الحنطي، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه.
كان هذا الفال ديالك يا البيضاء. ما تنساوليش البنات لايك، وشكرا لكم على التعليقات، وغادي نشوفوا الفال ديال الحنطية. هذه انت يا الحنطية، وانت احظك مع الفال على نية الفئات العمرية. هذه الفئة الأولى 17 ل 30 سنة، الفئة الثانية 31 ل 45، الفئة الثالثة 46 فما فوق. هذا الفال الاول ديالك يا الحنطيه الفئه الاولى. كنشوفك يا الحنطيه غادي تجيك مكالمه هاتفيه اللي غادي تزهري عليها، اللي غادي تفرحي عليها، اللي غادي تكوني محظوظه بها. كنشوف هنا كاين اللي عندها سفر مفتوح للخارج يعني، وفيه حظوظ وفيه خير. وكاين المغتربات هنا عندكم حفل او مناسبه، او هو عيد ميلاد، عيد زواج، خطوبه، ممكن يعني ذبيحه غادي تحضروا عليها المغتربات. وبالنسبه لاي وحده كانت مغتربه او في الوطن ديالها، فالسفر للبلد البعيد مفتوح جدا. وكنقول هنا عندكم اتصال هاتفي غادي تكونوا محظوظات به، او غادي تكونوا زهرات به. كنشوف هنا يعني الحنطيه بالناحيه ديال السكن، فعندك امور جيده. وكذلك بالنسبه للعمل او الدراسه، عندك نجاحات، عندك نصره، عندك فوز. فغادي تكوني يعني في مركز مهم، او غادي تكوني محط انظار لا في الدراسه ولا في العمل. والامور الى دخلتي كتسالي على شي حاجه خاصه بالعقارات او بالسكن او بمشروع، فعندك عليه حاجات اللي هي ايجابيه وفرحه كبيره. وكنقول لكم الا كنتو كتنتظروا ارزاق عن طريق محكمه او عن طريق مؤسسه، فالرزق ديالكم هذا يعني غادي يوصلكم. وكذلك عندكم رزقه مشتركه مع الاهل ديالكم داخله العتبه. تنقول هنا اللي كان معاها مثلا رجل اسمر، كان حبيب او كان زوج وكانت معاه طرف ثالث، فهي خارجه كيفكر ان هذا الاسمر يرجع لك. واللي كان عندها يعني حبيب اللي هو مزوج، سواء كان اسمر كان ابيض كان حنطي، وهو مزوج هذا الحبيب ديالك، فعنده الطلاق مع الزوجه ديالو. كنقول لك هنا كاينه انسانه اللي كانت مسببه لك ضرر، او كان عندك معها مشكل، او كان عندك معها غيار، فكاين تصالح بينك وبينها، وكاين تغيرت الى الاحسن مع هذه الانسانه، كان شيئا لم يكن، وغادي ترجع الحياه ديالكم من جديد الى الاحسن انت وهذه السيده هذه. هنا ما بانش يعني لا الابيض ولا الحنطي، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه. ونشوفوا الفال الفئه الثانيه حنطيه من 31 ل 45 سنه. الفال كيقول لك هنا هاد الاربعه ايام هذه ممكن توصلك اخبار، فما تصدقيش الاخبار اللي غادي توصلك، غادي تكون كاذبه، او شي حد باغي غير يوترك، او شي حد باغي يسبب لك مشاكل من خلال الاخبار اللي غادي ينقلها لك، فما تصدقيش اي شيء انت ما شفتيش بعينيك وما سمعتيش بودنك. كنشوف هنا كذلك باغيه انت ديري شي تغييرات ولا شي ترتيبات، ولا باغيه تجمعي اغراض ديالك، او باغيه ديري شي مخططات. فالفال كيقول لك صبري، ما ديريش هاد المسائل واحد الاسبوع، عاد ورجعي فكري مزيان باش ان الشيء اللي باغيه ديريه يصدق لك يعني مضبوط وتستفدي منه. كنشوف هنا اللي عندها الابناء، فانتبهي الابناء ديالك عليهم العين والحسد هاد الايام هذه، خصوصا 3 ايام بعد رؤيتك للقراءه. وكنشوف البعض اللي كانت شاكه في شخص دخل في حياتها جديد هاد الايام الاخيره، او غادي يدخل هاد الايام وغادي تكوني شاكه شويه فيه، فالفال كيقول لك عطيه فرصه وهضري مره وجوج حتى تاكدي من حسن
النية ديالو. كنشوف هنا اللي كتسأل على الأبيض وكنهضر لك على الزواج، وكانوا شي موانع بينك وبينه أو تأخير الخطوبة أو الزواج، كل مرة كيتأخر أو كيكونوا عراقيل، فكنقول لك هذيك العراقيل خارجة، مازال هذا الأبيض هذا غادي يهضر لك بخصوص الزواج. كنشوف كذلك حتى بالنسبة اللي عندها الحنطي، فالحنطي باغي يعني ترسيم العلاقه معك، باغي يهديك هديه. كنشوف انت اللي كيأخر لك الدخول ديال هذا الحنطي اللي عتبه من اجل الخطوبه هو رجل كبير في السن، ممكن يكون هذا الاخ ديالك او الاب ديالك ما موافقش، فاما الحنطي فنيته بالطاقه الحاليه نيه صافيه، فهو باغيك وباغي يرتبط بك، وحتى هو ما مرتاحش وباغي انه يستقر هذا الحنطي هذا. هذا الحنطي الا كان الزوج ديالك كانوا بينكم خلافات، ف يعني خلال الخمسة أيام المقبلة غادي يبقى هدوء بينك وبينه وشي شوية تفاهم، ويرجع المحبة والود بينك وبين الزوج ديالك اللي هو حنطي. أما إذا كان الزوج ديالك أبيض ف استحمليه، يعني غادي يكون شويه عصبي شديد مع الابناء ديالو اذا كان عنده ابناء، والا ما كانش عندكم الابناء فغادي يكون شويه قسح معك او شديد او سلطوي، ولكن قلبه طيب وباغي الاستمراريه معك هذا الابيض هذا. هنا ما بانش الاسمر، فالاسمر غادي يبقى الحال على ما هو عليه. ونشوفوا الحنطيه الفئه الثالثه من 46 فما فوق. البعض فيكم اللي داخله وكتقول واش انا عندي سحر، يمكن سحر اللي عندي، يمكن سحر هو اللي معرقل لي الحياه ديالي، وكتبقاي الليل كله انت كتفكري في هذه الاشياء. فكيقول لك حاليا بالطاقه الحاليه ما كاينش، واخا يكون عليك سحر ما كاينش عليه تاثير، يعني المفعول ديالو ما كاينش، ما غاديش تحسي بالضغوطات ديال السحر، فغير انت اللي كترمي الفشل ديالك على انه عندك سحر. هنا اللي كتفكر في عقود اوراق جنسيه، اقامه، رخصه، شهاده، عقود، فغادي تكوني زهره على هاد الاشياء والامور غادي تكون متسهله من هاد الناحيه هادي. اللي بغات دير سفر لمسافه قصيره او عندها مشتريات باغيه ديرها او عندها تحركات باغيه ديرها، فممتاز هاد الايام هادي عندك فيها خير والتحركات ديالك فيها خير كثير. بالنسبه للحياه العاطفيه ديالكم ممتازه جدا، عندكم اشياء رائعه وحياتكم العاطفيه جيده كيف ما كان الحبيب ديالك، فسواء كان اسمر كان ابيض كان حنطي، الحياه العاطفيه كتبان لي زوينه، الحياه الزوجيه فيها اشياء رائعه في الايام المقبله. فقط هنا كاينه مراه كبيره في السن اللي انتبهي منها، كبيره منك، يعني كبيره منك انت في السن، ماشي ضروري تكون مسنه وانما كبيره منك في السن، هي مراه ممتلئه وقصيره القامه وبيضاء البشره، هذه انتبهي منها لانها كتغار منك او باغيه تدبر لك مكيده هاد الانسانه هذه. كنشوف هنا اللي عندها الابيض الناحف، فهذا غادي يكون عندك معاه خروجات اتصالات كثيره جدا. وكنقول كذلك هنا بالنسبه اللي باغيه دير زياره الطبيب، ف يعني ما تخافيش واخا يكون عندك شي حاجه فهي يعني عندها علاج. وكاين اللي باغيه دير طاقات روحانيه، فانتي كنشوف هاد الايام غادي تكوني حيره واش غادي تمشي عند هذا وعند هذا، يعني حائره عند من غادي تمشي. فاللي كانت عندها هذه القضيه ديال انها باغيه تمشي دير طاقه روحانيه وهي حائره ما بين جوج الاشخاص واش تمشي عند هذا ولا عند هذا، فكنقول لك فعلا خصك تختاري الشخص اللي يخدمك مزيان، لان واحد فيهم غادي يكون غير جيد بالنسبه لك. بالنسبه للاسمر كيموت عليك حب، اللي هو هاد اليومين هذه المقبله من رؤيه القراءه غادي يعبر لك على الحب ديالو، غادي تكون الرومانسية، علاقات حميمية، أشياء رائعة في الحب والغراميات مع الرجل الأسمر. بالنسبة للأبيض غادي يكون الشيء الأساسي اللي غادي يكون عندك معاه هو الهضرة والكلام بخصوص عقود، هذا اللي غادي يكون عندك بالضبط مع الرجل الأبيض. وقلنا واخا ما بانش هنا الأسمر، فعلى العموم الحياة العاطفية أو الزوجية عندك رائعة، ما فيهاش مشكل. ما تنسيليش الحنطيه لايك، وشكرا لكم على التعليقات ديالكم. وغادي نشوفوا السمره، هادي انتي يا السمره وانتي وحدك مع الفال على نية الفئات العمريه.
سمراء، ما تنسيليش لايك كفتوح، وشكرا لكم على التعليقات. وانا السمراء فان شاء الله فالكم خير، وان شاء الله فالكم ايجابي. غادي يكون هذا الفن الاول، الفئه الاولى من 17 ل 30، الفئه الثانيه من 31 ل 45، والفئه الثالثه من 46 فما فوق. غادي يكون هذا الفن الاول ديالك يا السمراء، الفئه الاولى من 17 ل 30 سنه. غادي تكوني مهتمه بكل ما يخص البيت ديالك، واذا كنتي من الناس اللي عندهم اعمال حره غادي تكوني مهتمه بالاعمال الحره ديالك، وعندك نجاحات في الاعمال الحره ديالك، وكذلك عندك اشياء جميله في البيت، وغادي تكوني مهتمه بترتيبات البيت، بجماليه البيت، بالجلوس في البيت، فاستقبال الناس في البيت. غادي تكوني ناشطه مع الاهل ديالك، وكاين ود وكاين محبه في الايام المقبله، زائد انه دخل لك ارزاق العتبه، واخا هي ارزاق قليله، الرزقه الكبيره مازال غادي تجيك بعد يومين او يوم الاثنين المقبل، فهو اتصال هاتفي غادي يجيك قلنا على وقتين، وغادي يكون اتصال اللي هو مفرح، وممكن هذا الاتصال يخبرك يعني انك غادي تحصلي على فلوس، ممكن هذه جائزه او انت شاركتي في شي مسابقه وغادي تربحي، او الناس اللي كيديروا البورصه او شي حاجه فيها فلوس جاياك من غير العمل ديالك. كنشوف هنا بالنسبه اللي كيديروا علاجات من السحر والضغوطات، فالعلاجات غادي تجيكم بنتيجه. كنشوف هنا الاسمر عندك مع حظوظ في الخمسه ايام المقبله، باغي يفاجئك بحاجه خاصه بعقود او باوراق هذا الاسمر هذا. بالنسبه للابيض فكنشوفوا هنا خصوصا الابيض اللي يستعمل القلم او هو نحيف او كيتحرك يعني بزاف او كيسافر بزاف، هذا غادي يكون عندك معاه اتصالات هاتفية كثيرة، عندك معاه تغييرات إلى الأحسن، ممكن أنه يعزمك، ممكن أنه يكون عندك معاه هذا الأبيض هذا خروجات، وغادي تكوني ظاهرة معاه ونيته صافية بالطاقة الحالية لهاد الأيام هذه. وكنقول لك أنت على العموم إلا كنتي كتسألي على أوراق، مازال غادي تحصلي على هاد الأوراق، ولكني مازال فيها شوية تعب، يعني مازال خصك تبذلي مجهود باش تحصلي على هاد الشهادة أو على هاد الأوراق هذه، أنت غتحصلي عليها تحصلي عليها، ولكني مازال خصك تبدلي مجهود على هاد الاوراق هادي. هنا ما بانش الحين طيف، الحال غادي يبقى على ما هو عليه، وحتى الابيض العريض الكتاف ما بانش، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه. نشوفوا الفال ديالك يا السمراء الفئه الثانيه. هذا الفال ديالك يا السمراء الفئه الثانيه من 31 سنه ل 45 سنه. ما تنسيليش لايك كفتوح، وشكرا للتعليقات ديالكم. كنشوف كي السمراء غادي تكوني مهتمه بالعمل اكثر من العاطفه، وكاين اللي غادي تكون مهتمه يمكن بالتعليم او بالدراسه او بحصد معلومات، او غادي تكوني كديري ابحاث، او دائما من اجل يعني زياده في المعلومات وزياده في الوعي، هذا اللي غادي يكون كيهمك هاد الايام هذه. الا كنتي كتسالي على الحنطي، الحنطي طيح في حجرك بقلبه بالجسم ديالو، غادي يكون معاك، غادي يكون كيفكر فيك. الا كان بعيد عليك هاد الحنطي هذا وما كنتش بيناتكم خروجات او هضره وكلام، كنقول لك يعني بعد 3 ساعات او بعد 3 ايام او يوم الثلاثاء غادي يكون عندك معاه اشياء اللي هي رائعه، كيبغيك كيفكر فيك، سواء كان زوج او كان حبيب. هنا اللي كانت كتخاف من المديره ديالها في العمل او المسؤوله، هي مراه، اذا كانت مراه هي المسؤوله في العمل وهذه او الشافه ديالك، وكانت عندك معها مشاكل او كانت كتدبر لك مكائد او كانت باغيه تضرك، فكنقول لك الامور ديالك معها غادي تحسن، وما تخافيش من هاد السيده هادي. وتنقول هنا اللي عندها الابيض، سواء كان ابيض نحيف ويستعمل القلم او يشتغل في مصلحه حكوميه، او هو شخص كيشتغل معها في نفس العمل، او انت كتشتغلي في مصلحه حكوميه، فهاد الشخص هذا كيفكر فيك بزاف، والحب كاين، الا كنتي كتسالي على الحب فهو الحب ديالو ليك يعني كبير جدا على ما جاء في الورق، فالحب ديالو كبير ليك بزاف، وكيشوف فيك وباغي يرتبط بك هذا الشخص هذا، ويعني كتعجبيه بواحد الشكل اللي هو كبير جدا.
تنقول هنا كاينه سيده اللي غادي تسمعي منها خبر بخصوص رزقه كبيره، ممكن يكون معاها عمل مشترك وغادي تنجحوا فيه، ممكن غادي ترد لك فلوس ديالك الا كنتي مسلفاها، او ممكن هذه غادي تساعدك هذه السيده بشيء كبير، او ممكن تشري لك حاجه اللي هي غاليه. هنا ما بانش الاسمر والابيض عريض الكتاف، ف الحال غادي يبقى على ما هو عليه. البنات انا عارفاكم كتكرهوا الفن لما كتسمعوه وما كيطلعش الحبيب ديالكم، ولكن هذه القراءه جات بهذا الشكل هذا، فواخا مثلا ما جاش الحبيب ديالك في هذا الفن فكيكون الحال كيبقى لك انت مزيانه معاه، كتبقي مزيانه هذه الايام الجايه. كان الحال ديالكم متوتر فكيستمر التوتر، وكاين بعض الحاجات اللي كتبان جديده كتستفدي منها. هذا هو الفال، وانتي وحظك مع الفال. انا القناه ديالي هي هذه هي الاسم ديالها، انتي وحظك مع انتي وزهرك، انتي وزهرك. فهذا الفال الفئه الثالثه سمراء. ما تنسيليش لايك، وشكرا لكم على التعليقات ديالكم. اللي كانت عندها حاله نفسيه شويه صعبه هذه الايام الماضيه، او كنتي قنطانه وضايقه، فتيقول لك الفال يعني قاعلة زاد هذا الضيق واستمر معاك هذا الالم، يعني 5 ايام او يوم الخميس الامور ديالك غادي تهدى، وهذا القلق وهذا التوتر وهذه الحاله النفسيه اللي راكي فيها غادي تخرج. تنقول كتسالي على الرجوع، سواء كتسالي على رجوع الحبيب او رجوع الزوج اللي هو هجرك، او المصالحه مع ايا كان، فكنقول لك مازال هذه المصالحه ما غاديش تتم، لان كاين موانع على هذه المصالحه هذه. تنقول كذلك الا كنتي باغيه تشري حاجه اللي هي كبيره، او تحصلي على مثلا دار، سياره، ذهب، حاجه الكترونيه، حاجه اللي انت كتشوفيها كبيره وهي حاجه اللي ضروريه في الحياه ديالك وكانت عليها موانع، فهاد الحاجه الماديه قريبا غادي تحصلي عليها، يعني اقل من شهر غادي تحصلي على هذا الشيء هذا، او في الاسبوع هذا تقدري تحصلي عليه. كنقول لك الغيار اللي كان عندك والمشاكل اللي كانت عندك كذلك، او الا كنت عندكم الا كانت مريتوا بحاله وفاه شي حد عزيز عليكم وتألمتوا، كتقول واش هذا الالم هذا مازال غادي نعيش فيه، فكنشوف هذا الالم غادي ينزاح. حتى الا كان عندكم عارض فالعارض هذا نزاح، وكاين هنا زواج بالنسبه للبعض فيكم، كاين اللي دخل مؤخرا في حياتها شخص جديد او غادي يدخل هذه الايام، ممكن يكون عندك معاه زواج سريع. وكنشوف كذلك اللي عندها الابيض عندك معاه زواج، اللي عندها الابيض كيشوف للزواج، ولكن اللي حاطه الاوراق ديالها من اجل الزواج مع الرجل الابيض الطلاق غادي يتم. اما الاخريات اللي كتسالي واش هاد الابيض باغي الزواج، فكنقول لك باغي الزواج، لكن كاين البعض فيكم اللي عندها حبيب سبق له الزواج ومطلق وعنده دراري، وانت كتهضري معاه ما تثقيش فيه، ما تطوليش معاه، لان كل ما كنتي تحت امره وبين يديه غادي يبقى مستغلك ويطول معاك، فما تخليهش يطول معاك هذا الحبيب اللي هو سبق له الزواج وعنده دراري، فباغي غير الزهو وباغي غير النشاط. ولكن الا بغيتي تحكميه يعني عزي نفسك شويه، اما الا طلقتي لراسك فغادي تعطل عليك هذا الشخص هذا. اللي كان عندها شخص اسمر في البلاد البعيده كاين المجيء ديالو، او هذا اجنبي مازال عندك معاه الحظوظ كثيره، هذا السمر هذا وكاين المجيء ديالو، كاين باغي يتلاقى معك وكيفكر في السفر بزاف هذا الاسمر هذا، وكنقول لك عندك معاه الخير ومازال تزهري مع هذا السمر هذا. هذا الفال هذا ما بانش فيه الحنطي، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه. هذا ما جا في الفال ديالكم، وانتي السمراوات هنا اللي كتقولوا بغينا نسافر واش عندنا خير في السفر، فعندك خير في السفر البعيد، يعني الا كنتي غتسافري لبلد بعيد فغادي تزهري وعندك خير فيه. وكنقول كذلك اللي ما كتنجبش الاطفال، اللي ما عندهاش ولاد وكتقولي انا مجوجه براجل ابيض، واش مازال غادي يكون عندي اطفال؟ مازال غادي يكون عندك اطفال مع هذا الراجل الابيض وقريبا جدا. فهذا مجال الفال ديالكم، كنتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر، الله في راسكم، استمتعوا بالحياه، الى اللقاء ان شاء الله في فال اخر جديد. كنبغيكم.